هذا المعلم مبني حجارة وجص وكذا، ولكنه معلم يتفاعل ما مع ما يعيشه المجتمع التونسي. علي بن نايف كان له تكوين متنوع، أصبح قادر على التقنيات مثل ما هو قادر على النصوص، لأنه وقت الاستعمار ما عندهمش ثقة في المسرح العربي بعد إضرابات وبعد معاناة باش فرضوا على بلدية تونس إنشاء فرقة بلدية محترفة.